زواج مع الأشغال الشاقة، جريمة قتل هزت مصر والوطن العربي. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة. لا تنسى عزيزي المشاهد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل كل ما هو جديد. قبل أن أبدأ بسرد أحداث القصة، أود منكم أعزائي المشاهدين أن تستمعوا إلى تفاصيل الحلقة بكل أذن واعية، من تفاصيل مأساوية بشعة لحياة فتاة كان ذنبها الوحيد أنها أصبحت فردا من عائلة لا تعرف الرحمة، اسمها آية. بالفعل هي في أخلاقها آية وفي جمالها آية، كانت من حفظة القرآن الكريم، من عائلة صعيدية محافظة تسكن القاهرة، معروفة بطيبتها التي ورثتها من أسرتها. تخرجت من الجامعة بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في التجارة، ومثل الكثير من الفتيات في سنها ترك الخطاب بابها، فكان يتقدم لها العديد من الشبان. بعدها وافقت آية على شاب يدعى أيمن، وكان هذا الشاب يعمل في نفس مكان عمل والدها، ومن ناحية دراسية كان أيمن يمتلك شهادة الابتدائية فقط، لكن والد آية لم يرى في ذلك مانعا للزواج، خاصة أنه شاب معروف بأخلاقه الحميدة، ولم يسبق أن صدر منه أي تصرفات سيئة. وبالفعل وافقت آية وتم الزواج في عام 2013. ما أن دخلت آية عش الزوجية اختفت، لم يرها إخوتها ووالدتها لمدة 4 سنوات. خلال تلك المدة كان أيمن وعائلته يمنعونها من الخروج من المنزل نهائيا، ويحرمونها من أي وسيلة اتصال بالعالم الخارجي، لم يسمحوا بخروجها إلا للضرورة القصوى. طبعا هذه الضرورة هم الذين يحددونها أيضا. الشخص الوحيد الذي كان يرى آية هو والدها، فقد سمحت له عائلة أيمن بزيارتها أسبوعيا للإطمئنان عليها ونقل أخبارها لأمها وإخوتها. كان والدها حتى بعد زواجها يصرف عليها ماديا، فقد كان طيبا لدرجة أنه إذا مرضت حماتها ودخلت المشفى يذهب بنفسه إليها ويتكفل بعلاجها. وعلى هذا الحال عاشت آية ال4 سنوات الأولى من زواجها بشكل مستقر، ثم أنجبت طفليها مي وزياد، واستمرت حياتها على وتيرة واحدة إلى أن توفى والدها. ومن هنا تغير كل شيء وانقلبت الأمور رأسا على عقب. عائلة أيمن منعت آية منعا باتا من رؤية أمها وأسرتها مرة أخرى، وكانت عائلتها تحاول الوصول إليها كثيرا، ولكنهم كانوا يتلقون تهديدات منهم في كل مرة. بعدها رضيت الأم بالأمر الواقع وسلمت أمرها لله، ولم تكن المسكينة تعلم أن ابنتها تتعرض للتعذيب كل يوم من قبل أيمن وشقيقه أحمد وحماتها وزوج حماتها وعشيقة أيمن نهى أيضا. لعلكم لا تصدقون ما أقوله، لكن هذا الذي حدث بالفعل. لم يكتفي أيمن بخيانة زوجته وحسب، بل أحضر العشيقة نهى وجعلها تعيش معهم، وسمح لها بإهانة آية وتعذيبها كما تشاء. وكانت هذه العشيقة تكره آية بشدة وتتمنى التخلص منها لكي تنفرد بأيمن. كلهم كانوا يعاملونها معاملة قاسية كل يوم، وكانوا ينظرون لها على إنها خادمة، كما اكتشفت أن زوجها مدمن مخدرات. لم تكن ترى النور من ذلك المنزل اللعين الواقع بمنطقة عين شمس في القاهرة، وبحسب بعض الشهود كانوا يعاملونها معاملة الحيوان المهمل ويضربونها بشدة حتى تنزف دما، مع أن الحيوانات تعامل أحسن من ذلك بكثير. لم تسلم آية من حماتها زينب الملقبة بفرنسا، التي كانت تمطرها بوابل من الشتائم والألفاظ البذيئة، حتى أنها لم تكن تسمح لها بالذهاب للحمام أكرمكم الله، بل كانت تتركها تتبول على نفسها. كانت تعذبها يوميا لسبب أو بدون سبب، حتى أنه ذات مرة قامت بضربها بشدة لساعات لأنها نسيت أن تغسل بنطال ابنها. الجيران في الحي تعودوا عن أن يسمعوا صراخ آية واستنجادها وهي تبكي وتقول جملتها الشهيرة:
أنا ما عملتش حاجة، ولكن للأسف لم يستطيعوا فعل شيء أمام سطوة وجبروت حماتها. حاول البعض التحدث مع هذه العائلة لكي يتوقفوا عن تعذيب المسكينة، لكن بدون جدوى أو فائدة. في يوم من الأيام سمحت العائلة لآية بالخروج، وطبعا لأجل مصلحتهم لا من أجلها. ذهبت لكي تستلم مبلغ 3,000 جنيه إعانة من الحكومة بعد وفاة والدها. بعد ذلك بفترة خرجت آية لتحضر حفل خطوبة شقيق أيمن، وعندما عادت اكتشفت أن زوجها سرق المال، وعندما واجهته انهال عليها بالضرب المبرح. وبعد هذا الموقف طفح بها الكيل وقررت الهرب، وبالفعل هربت لمنزلها مع طفلتها مي، وتركت زيادة لديهم. وهناك أخبرت أمها بكل شيء حدث معها وعن التعذيب والتعنيف التي كانت تتعرض له، لتبدأ بعدها رحلة الأم لاسترداد حق ابنتها في مراكز الشرطة. لكن وبطريقة ما تم قلب الطاولة على والدة آية، وتم رفع قضية بلاغ كاذب عليها لتدفع بعدها 10,000 جنيه. حرمت من ابنتها ولم تراها لوقت طويل، واكتشفت أنها تتعرض لأصناف من التعذيب، ثم الآن عليها أن تدفع المال ظلما. باءت جميع محاولات الأم بالفشل، وفقدت الأمل في عدالة القضاء. لكن من جهة كانت مطمئنة لأن آية معها ولن يمسها أحد، وبقيت هناك رغم محاولات أيمن وعائلته لإرجاعها. طلبت الطلاق من زوجها وهددته بأنها سترفع عليه قضية خلع، لكن أيضا بدون جدوى، رغم أنها تنازلت عن جميع حقوقها وتركت له الطفل زياد. الشيء الوحيد الذي طلبته هو أن تكون ابنتها مي بحضانتها، لأنها كانت تعلم أن حماتها زينب تكرهها بشدة، لدرجة أنها كانت تعنفها وهي بعمر 4 أشهر فقط. وكل هذا لأنها تشبه والدتها ولا تشبههم. كانت تصفعها بقوة على وجهها الصغير وتقول: من أين أتيت بهذه الملامح التي لا تشبهنا؟ وفي يوم من الأيام عندما كانت أم آية خارج المنزل، تفاجأت آية برئيس زوجها في العمل يحضر لمنزلها لكي يصلح بينهما، بأن يقنعها بأن تعود معه، ووعدها بأنه لن يصبها مكروه بعد الآن، وأن أيمن نادم على ما فعله. وقد كانت هذه الخطة مدروسة من قبل أيمن ووالدته لكي يعيدوها، لكن آية أبت أن تعود لتتفاجأ بعدها بأن زوجها دخل المنزل، فقد أتى مع رئيسه في العمل وكان مختبئا في الخارج، وهددها وأقسم أنه سيقتل أخيها إن لم تعد معه. كانت المسكينة تعلم أن هؤلاء الوحوش قادرون على أذية أي شخص، فذهبت معه خوفا على أخيها. وعندما عادت والدتها ولم تجدها، حاولت الوصول لها لكن بدون جدوى، فقد منعوها من رؤيتها، وكانت تعلم أنها تعيش الحياة القديمة الكئيبة خلف قضبان ذلك المنزل الأشبه بالسجن. في يوم من الأيام وصلت صورة لوالدة آية من جارتها، وهي صورة بشعة للغاية لابنتها وعلامات الضرب المبرح بادية على وجهها. فأخذت الأم الصورة وأسرعت لمركز الشرطة لترفع بلاغا بخصوصها، لكن المصيبة أن رد الشرطة كان جدا باردا، فقد أخبروها أن ابنتها هي من تختلق كل هذا لا أقصر، ولم يحاولوا حتى الذهاب والاطمئنان على آية بأنفسهم، بل ويجب أن تحضر ابنتها بنفسها لكي تشتكي عليهم. فخرجت الأم من مركز الشرطة وهي متضايقة بشدة، وبقيت آية بعيدة عنها لا تراها لسنة كاملة أخرى. كانت هناك تتعرض لصنوف العذاب المختلف، فمثلا عندما كانت تكسر كأسا بالخطأ كانت تتعرض للضرب من قبل حماتها، وإذا أوقعت عصيرا على السجاد كانت تجعلها تنزل على بطنها لتقوم بلعقه. ولكن صورة آية المعنفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هذا الانتشار هو أمل الأم الوحيد لكي يعرف الجميع قصتها ولكي تعيد ابنتها إليها. وبالطبع والدة أيمن لم تسكت على ما يجري، بل تركت علامات الضرب تختفي من وجه آية، ثم أجبرتها أن تقوم بتصوير فيديو تقول فيه بأنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها، وأنها ستكذب أي كلام يقال عنها حتى لو كان على لسان والدتها.
تعرضت لأشد أنواع التعذيب. ولكن في أحد الأيام المشؤومة من عام 2019 ورد اتصال لأم آية من جارة ابنتها تخبرها فيه بأن صوتها اختفى تماما من الأرجاء ولم يسمعوا صوت صراخها منذ أيام على غير العادة. فقالت الأم بأنها ربما سافرت مع زوجها، لكن جارتها نفت ذلك وأخبرتها بأنهم قتلوا آية. صمتت الأم للحظات وهي مصدومة مما تسمع، وغضبت وكذبت هذه الجارة ظنا منها أنها مكيدة من زينب، ثم أغلقت الخط في وجهها. عودت الجارة الاتصال وقالت لقد صورتهم من شرفة منزلي وهم يقتلونها. هذه الكلمات نزلت كالسم على مسامع الأم، فهي لا تعرف هذه الجارة تكذب أم لا، كما أنها لا تستطيع الذهاب لإبلاغ الشرطة لأنها لا زالت تواجه القضايا المسجلة ضدها من قبلهم، وخافت أن يكون كلامها كذب فتعاقب من قبل الشرطة. أخبرتها الجارة أنها ستذهب بنفسها لكي تبلغ عنهم، وأن لديها تسجيلات صوتية وأدلة ضدهم كانت قد جمعتها على مدار الأيام التي مضت. أفادت الجارة بأنها سمعتهم جميعا يخططون زينب وأيمن وشقيقة أحمد وزوج زينب، ونهى عاشقة أيمن من كيفية تخلصهم من الجثة التي لفوها بأكياس بلاستيكية وسجادة ووضعوها تحت السرير لمدة 3 أيام قبل أن يقرروا التخلص منها بأن يرموها ويضعوا معها ذهب ومبلغ من المال. وبعد ذلك تبلغ زينب الشرطة بأن آية سرقتها وهربت من المنزل. حضرت الشرطة منزل العائلة وفتحت زينب الباب بتوتر شديد وسألها الشرطي مباشرة أين آية، فأجابته بتوتر ليس لدينا حشيش، وأخذت تراوغ في الكلام حتى انتبه الشرطي أنها تنظر كثيرا لسجادة ملفوفة بجانب الثلاجة، فاقترب منها واشتم رائحة كريهة جدا، وعند فتحها وجد جثة آية الملطخة بالدماء داخلها، وتم القبض على المتورطين. وخلال التحقيق صدم الجميع عندما أفاد ابن آية الصغير زياد ذو 5 سنوات بأنه شاهد الجريمة أمام عينيه. لم يكلف الجناة أنفسهم حتى بإدخال الطفل في غرفة، بل ارتكبوها أمامه. وفي هذا اليوم المشؤوم خططت آية للهرب، فذهبت لباب المنزل وحاولت الخروج، لكن ضربتها حماتها بقطعة حديد على رأسها وسحبتها من شعرها للأرض، ثم انقض عليها شقيق زوجها أحمد وطعنها في بطنها، وكانت الدماء تسيل في المكان بشدة. وبعد ذلك تم نقل حضانة الأطفال لوالدة آية وتثبيت الحكم على القتلة، ولكن بحسب بعض المصادر التي قرأتها لم يصدر عليهم حكما بعد.